عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد فريد. بإذن الله النهاردة هنكمل يونت 2 وبارت 2. هنبتدي النهاردة إن شاء الله مع الصف الثالث الابتدائي اللغة الإنجليزية أو كونكت 3 المنهج الجديد، ومع طلابنا بإذن الله وأصحابنا بارت 2. وأول حاجات عندنا هنا فوكابيولري مهمة جدا، أعضاء للجسم وحاجات هنعرفها في جسمنا. طبعا دي حاجات مسلية جدا وجميلة قوي، بحيث حتى لو احنا بنتكلم نيجي نتكلم عن وشنا ممكن نقول نوز مثلا، لو عن الأنف لاين اي والكلام ده كله، تبقى حاجات جميلة وهنستعملها ممكن في حياتنا لو احنا حابين ده، وده طبعا في وسط أصحابنا أو مع قرايبنا وكل حاجة، حاجة جميلة جدا. وبإذن الله نتعرف عليهم النهاردة. أول حاجة بيقول لي هنا هارت يعني قلب. هنا أول حاجة عندنا القلب يعني هارت. سكين يعني جلد أو بشرة. البون يعني عظمة. ستومك يعني المعدة أو البطن. نقولهم تاني يلا معانا يا أصحابي، عشان لو في أي كلمة مش عارفين نقراها إزاي ممكن تقولها معايا وبإذن الله هتعرفوها وسهلة جدا. يلا تاني، هارت يعني قلب. سكين يعني جلد أو بشرة. هارت يعني قلب. سكين يعني جلد أو بشرة. بون يعني عظمة. بون عظمة. ستومك المعدة أو البطن. هو حتى هنا مشاور على بطن اهو، ودي معناها ستومك. هنا بقى جايب لنا جسم بنوتة جميلة وهي قدامنا، وهيشاورنا على أكتر من عضو فيه، وهنعرف أساميهم بالإنجليزي، ودي زي ما قلنا هتبقى حاجة جميلة قوي وتنفعنا جدا في بإذن الله حياتنا. أول حاجة هنا أنف يعني نوز، ومشاور هنا على الأنف. بعد كده الماوس اللي هو الفم. الماوس فم. ماوس فم. هنا الإيد يعني هاند، يد يعني هاند. القدم قدم واحدة غير قدمين، والجمع بتاعها مش بالإس زي ما احنا عارفين لأن دي جمع مختلف شوية، فلو قدم واحدة هتبقى اسمها فوت. طب ولو قدمين؟ فيت. أقدام. فيت جمع فوت ومن غير اسم غير اي حاجه ولا الكلام ده، ده جمع مختلف شويه، كلمه جميله جدا. الرجل لوحدها او قدم هتبقى فوت، لو القدمين او اقدام يعني فيت. هنا الساق يعني ليج. ساق يعني ليج. ذراع يعني ارم. ذراع يعني ارم. العين هنا مشاورين عليها وبيقول لنا معناها اي. العين يعني اي. نقولهم تاني مع بعض، يبقى أنف يعني نوز، فم يعني ماوس، يد يعني هاند، قدم يعني فوت، أقدام يعني فيت. وقلنا قدم وأقدام ده الجمع بتاعها، ولكن مش جمع بإس أو الكلام ده، دي كلمة فوت قدم، فيت أقدام، وده الجمع بتاعها. ساق يعني ليج. أرم يعني ذراع. أي يعني عين. نكمل يلا مع بعض. هنا الفوكابلري المهمة عندنا هنقولها مع بعضينا، هقراها الأول كل كلمة بمعناها وبعد كده هرجع أقولها تاني من غير المعاني. طبعا هتكونوا عارفين المعاني من قدامنا من الصفحة اللي قدامنا دي، بس الكلمات نطقها ياريت تقولها معايا بالذات في تاني مرة. يلا نبتدي. important يعني هام أو مهم. blood دم. body جسم. food طعام. هوم بيت. وهنا فود اخرها دي مش زي الكلمه اللي قبلها تي، التي اخرها تبقى قدم، ولما الدي تبقى اخرها يبقى طعام. دول كلمتين قريبين من بعض جدا وسهلين جدا، وسهل قوي نفرق ما بينهم. وطبعا طعام احنا الكلمه دي بسيطه جدا وعارفينها وبنستعملها متهيألي كتير جدا، يبقى مش عشان حاجه، بس هي الفكره لما بنيجي نتكلم مع بعض. مثلا انا عن نفسي مش هقول عن حد تاني، لما باجي اتكلم كلمه طعام دي سهله جدا، فود حتى نطقها لذيذ قوي وسهل جدا. هوم يعني بيت. لاود يعني صاخب او بصوت عالي. هاي يعني عالي او مرتفع. لو منخفض. ميوزك موسيقى. ميوزك يعني موسيقى. دكتور يعني طبيب او طبيبه. تنس يعني تنس. شاور دش اللي هو في الحمام مش حاجه تانية، دش يعني شاور. with مع. without بدون. shelf رف. ليمونة ليمون. safe هنا يعني آمن. safe يعني آمن. dangerous يعني خطير.
كلمتين هم عكس بعض، سيف يعني آمن و دانجرس يعني خطير. وين عندما، ومريض يعني ال، هوسبيتال يعني مستشفى، كلينيك عيادة، نيرس ممرضة، كايند عطوف أو طيب، هيلث الصحة. نقولهم بقى تاني من غير المعاني بتاعتهم، آخر كلمة قلناها هيلث يعني الصحة، وقبليها كان كايند يعني عطوف أو طيب. نقولهم مع بعض بقى، important important، تاني كلمة blood blood، body body، food food، whom whom، loud loud، high high، low low، music music، دكتور، ده الصف التاني هنبتدي فيه مع بعض، دكتور، تنس تنس، شاور شاور، with with، without without، ودول كلمتين هنستعملهم او حرفين هنستعملهم بعد كده، with و without، with يعني مع، without يعني بدون، shelf رف، shelf، lemon lemon، safe safe، dangerous dangerous، win win يعني عندما، وده بداية الصف الثالث، ill ill، hospital hospital، clinic clinic، nurse nurse، kind kind، health health. هنا عندنا بعض الافعال المهمه جدا، الفيربز اللي عندنا هنقولها مع بعض، بامب يعني يضخ، بامب، يتحرك يعني موف موف، يؤلم يعني هارت، يبقى يؤلم او يؤذي يعني هارت، يشرب يعني درينك، يساعد يعني هيلب، يهضم يعني دايجست، ياخذ يعني تيك، يبقى يعني ستاي، يعطي يعني give، يقيم أو يمكث stay، يقيم يعني stay، يحمي protect، يحمي protect، يفحص check، يفحص check. هنقولهم تاني مع بعض، أول صف هنا يضخ يعني bump، يضخ يعني bump، يتحرك يعني move، يؤلم أو يؤذي يعني hurt، يشرب يعني drink، يساعد يعني help، ده الصف التاني، يساعد يعني help، يهضم يعني digest، يأخذ يعني take، يبقى يساعد يعني help، يهضم يعني digest، يأخذ يعني take، يبقى يعني stay، يعطي يعني give، ده الصف التالت، يعطي يعني give، يقيم وينقص stay، يحمي protect، يفحص check. هنا بعض الجمل والتعبيرات المهمة قوي نعرفها مع بعض برضو، هنقولها phrases and expressions. stay at home يعني يبقى في المنزل. طبعا في الفترة اللي فاتت كنا في فترة قعدنا فيها في البيت مثلا، فكانت الكلمة دي ممكن بنستعمل أو بستعملها كتير شوية، ف stay at home يعني يبقى في المنزل. water with lemon، ماء بالليمون، water with lemon، ماء بالليمون. go swimming، يسبح أو يذهب للسباحة. يأخذ دوش أو يستحم، have a shower have a shower. تحت إشراف شخص بالغ، with an adult with an adult، بالغ يعني adult، فهنا لما نقولها لبعضها تحت إشراف شخص بالغ تبقى with an adult. هنا بدون زي ما قلنا الكلمة اللي هي تقريبا عكسها في المعنى، هتبقى بدون إشراف أو شخص بدون إشراف شخص بالغ، فهي تقريبا العكس تماما، هتبقى without adult without adult. هنلاحظ هنا ان محطوطه مع with ومش محطوطه مع without في الجملتين دول زي ما هو مكتوب قدامنا، يبقى with an adult تحت اشراف شخص بالغ، without adult بدون اشراف شخص بالغ. يلعب مع play with، يلعب مع play with، يذهب الى go to، يستمع الى listen to،
يحاول أن try to يفحص صحتنا check our health. الكلمة دي بتتقال مثلا لو أنا عند دكتور بيفحصني فأقول يفحص صحتنا هتبقى check our health. check our health هام لي أو مهم لي important to important to. نكمل مع بعض. language focus هنا بيقول لي عند الحديث عن أعضاء الجسم نقول لو أنا هتكلم عن عضو عندنا في جسمي هقول this is my زائد اسم العضو. يبقى this is my زائد اسم العضو أو عضو الجسم. هيبقى هنا مثال عندنا this is my heart يبقى هذا قلبي. اللي تحتيها هيبقى this is my bone يعني هذه عظمتي. اللي بعديها this is my skin هذا جلدي وماسك هنا جلده. This is my stomach مشاور على بطنه وهنا هيقول هذه معدتي أو بطني. يبقى this is my heart. This is my bone. This is my skin. This is my stomach. عند السؤال بقى عن وظائف أعضاء الجسم بنقول what does my زائد عضو الجسم زائد do. do دي اللي هو الوظيفة بتاعته أو بيعمل إيه. فهنا هتبقى what does my زائد اسم العضو الجسم يبقى زائد do. يبقى what does my زائد عضو الجسم زائد do. هنا عندنا بيقول لي what does my stomach do. فهنا طبعا حط الاسم العضو الاستومك فهو بيسأل عن وظيفة المعدة. هيبقى it digests food إنها تقوم بهضم الطعام. it digests food إنها تقوم بهضم الطعام. بعد كده بيسأل عن وظيفة القلب فهتقول what does my زائد اسم العضو اللي هو الهارت do بعدها بتيجي فهتبقى what does my heart do. يبقى ما وظيفة قلبي. بعد كده ما باجي اجاوب عليه it pumps blood to the body يعني بيضخ الدم في الجسم. blood هي يعني الدم وفي الجسم. it pumps blood to the body انه يضخ الدم في الجسم. بعد كده بيسأل عن وظيفة الجلد what does my skin do. طبعا الجلد وظيفته ان هو بيحمينا لو في ميكروب او الكلام ده كله فبيبقى انه يحمي الجسم. هنقولها it protects my body. it protects my body يبقى what does my skin do. بس عن وظيفة جلدي هرد اقول it protects my body انه بيحمي جسم انه يحمي جسم. السؤال بعد عايز اسأل عن عظمتي. يلا نقوله انتم معايا بقى. هنقول what does my والمكان الفاضي ده هيبقى مكان اسم عضو الجسم اللي انا شخبطت عليه دلوقتي وبعديها هيجي دو. دي التركيبه بتاعتنا. هنشيل بقى الشخبطه دي هنقولها مع بعض what does my bone ما وظيفه عظمتي دو. what does my bone do لما اجي اقول انها تساعدني على الحركه يبقى it helps me move بتساعدني على الحركه. هنا هو بيقول لي الملحوظه اللي احنا قلناها قبل كده مع بعض بيقول لي جمع كلمه foot هي feet وليس foot يعني من غير اس ولا الكلام ده. هي الكلمة بتيجي كده الجمع بتاعها من غير اس ولكن بتيجي فوت بيبقى فيت. الدبل او اللي مع بعض بتيجي بعديها بدلها دبل اي يبقى فوت جمعها فيت. نكمل هنا مع بعض. بيقول لي read and learn اقرا واتعلم. اول هنا محادثة بيقول رامي what is my what is the matter هيبقى what is the matter ما الامر. هترد عليه اروى عندي برد. هنقولها ازاي I have a cold. I have a cold. فهيقول لها النصيحة اللي قلنا عليها stay at home ابقي في المنزل. برد رامي هنا بيسأل what is the matter. ردت عليه انجي وقالت له I have a cough عندي كحة. فهنا برضو الرد بكل بساطة لها drink water with lemon اشربي ماء بالليمون. يبقى انجي هتقول له I have a cough عندي كحة وهي باينة قوي ان هي شكلها هنا بتكح او صعاب. فهيرد عليها رامي drink water with lemon اشربي مية بالليمون. تالت محادثة عندنا هنا بالرامي ومي قدامنا. رامي يقول لها what is the matter بيسألها هتقول له I have a headache عندي صداع. يقول لها try to sleep حاولي ان تنامي. دي النصيحة بتاعته. بعد كده رابع محادثة عندنا هي شكلها هنا تعبانة فهتقول هيقول لها رامي برضو بيسألها what is the matter هترد عليه I feel sick عشان شعر بإني
مريضة. طبعا الكلام ده خدناه قبل كده وفي الدروس اللي فاتت، فالموضوع سهل، لو وصلتوا الفيديوهات اللي فاتت تقدروا ترجعوا لها بكل سهولة. فهنا رامي هيرد عليها يقول لها جو تو ذا دكتور، اذهبي للطبيب. خامس محادثة عندنا بين رامي وداليا، برضه رامي بيسأل وات ذا ماتر، هترد عليه ماي ستومك هارتس، معدتي او بطني تؤلمني. فهنا هيرد عليها تيك سام ميديسين، بس ده طبعا بناء على ان هم عارفين ايه الدواء اللي هي بتاخده، او تحت اشراف طبعا واحد بالغ زي ما قلنا قبل كده. فهيقول لها تيك سام ميديسين، هتقول له ماي ستومك هارتس، معدتي او بطني تؤلمني، هيرد عليها تيك سام ميديسين. المحادثة السادسة بين رامي وهند، رامي وات ذا ماتر، هند ردت اي هاف ا فيفر، عندي حمى، هيقول لها جو تو ذا دكتور، يبقى دي حاجة هما لازم يروحوا للدكتور عشانها، جو تو ذا دكتور. كنا قريناهم عرفنا ازاي بنرد وايه النصيحة اللي ممكن تتقدم من هو، بس هو متابع طبعا وعارف ايه الحالة، ايه الشخص اللي قدامه. انما طبعا ما ينفعش ناخد ادوية من غير طبيب او من غير ما حد يقول لنا عليها دكتور، فاحنا لازم نقدم طبعا الموضوع ده، والدكتور لازم يكون هو اللي ينصح بحاجة زي كده، او لو في ادوية معروفة ممكن تتاخد او الكلام ده كله، بس طبعا تحت برضو اشراف حد كبير وبالغ، مش اي حد ياخد اي حاجة وفاهم يكون ايه اللي بياخده. هنا بيقول لي لوك اند ريد، وهنا طبعا بعض النصايح عن استخدام الادويه والكلام ده كله، فبيقول لي ميديسينز اند سيفتي، يعني ادويه والامان بتاعها. اول حاجه عندنا هنا بيقول لي ميديسين از ان الو كاب بورد، يعني موجوده الدواء في دولاب منخفض. طبعا عامل لي هنا غلط باينه جدا واضحه، لان ما ينفعش ان هي تبقى في دولاب منخفض، عشان لو حد صغير موجود او كده ما ينفعش ياخدها او يحطها يتناولها او الكلام ده كله، فلازم نخلي بالنا من الموضوع ده جدا. تاني حاجه عندنا هنا بيقول ميديسين ان ذا ان باج، ميديسين از ان باج، يعني الدواء انا شايله في شنطتي. طبعا برضو ده حاجه غلط وهو موضحها لنا هنا، فالدواء في الحقيبه. تالت حاجه عندنا هنا بيقول درينك ميديسين ويزاوت ان ادلت، يعني تناول الدواء بدون اشراف شخص بالغ. طبعا برضو عامل لنا غلط، لان زي ما قلنا لازم حد يكون فاهم هو بيعمل ايه، وحد كبير وفاهم، او يكون فاهم هو هياخد دواء ايه او الكلام ده كله. المحادثه اللي بعدها رقم 4 درينك ميديسين ويز ان ادلت، تناول الدواء باشراف شخص بالغ، وعامل لي هنا الصح زي ما قلنا. ميديسين از ان هاي شيلف، از اون ا هاي شيلف، يعني الدواء في رف عالي، يبقى الدواء على رف عالي، دي طبعا صح قدامنا هنا. نكمل مع بعض، هنا بيقسم للجمل الى خطير وامن، dangerous و safe، safe و dangerous. هنبتدي بالحاجات اللي هي dangerous اللي على ايدينا الشمال. الصف اللي على ايدينا الشمال بيقول لي medicine is in a low cupboard، طبعا دي خطر لان قلنا ما ينفعش يبقى في دولاب منخفض. تاني جمله عندنا medicine is in a bag، الدواء في الحقيبه، برضو اللي بقى معرفه ايه اللي موجود في شنطتنا. تالت حاجه drink medicine without an adult، تناول الدواء بدون اشراف شخص بالغ، وده قلنا برضو غلط او خطير dangerous. الجنب التاني اللي على ايدينا اليمين بقى الامن او السيف، اول جمله عندنا هنا بيقول لي drink medicine with an adult، يعني تناول الدواء باشراف شخص بالغ، وده قلنا طبعا ان هو حاجه امنه طالما فاهم هو هيعمل ايه وراح حد بالغ. drink medicine with an adult، يعني تناول الدواء بإشراف شخص بالغ. تاني جملة عندنا هنا medicine is an is on a high shelf، يعني الدواء فوق على رف عالي، أو الدواء على رف عالي، يبقى الدواء على رف عالي، وزي ما قلنا عشان مش أي حد يبقى في متناول إيده الدواء ده أو يجي على ايديه او الكلام ده كله. طبعا دي حاجات مواد بتبقى ضاره طالما ملهاش فايده في الجسم، ما ينفعش ان احنا ناخد دواء عمال على بطاله ولا اي حاجه زي كده. ودي نصيحه طبعا لاصحابنا الجمال اللي بيسمعونا، لان ما ينفعش اي دواء يتاخد في اي وقت، كل حاجه طبعا بحساب وتحت اشراف الطبيب غالبا، وشخص بالغ يكون فاهم هو هيعمل ايه. ميديسين از اون ا هاي شيلف، يعني الدواء على رف عادي.
وعرفنا طبعا ليه الكلام ده. عندنا هنا reading بيقول لي when we are ill عندما نكون مرضى we go to the hospital نذهب إلى المستشفى. The doctors and nurses help us الدكاترة والممرضين أو الأطباء والممرضين بيساعدونا. They are very kind هم عطوفين جدا. Doctors and nurses check our health زي ما قلنا هما بيفحصوا صحتنا. يبقى الدكاترة والممرضين بيفحصوا أو الأطباء والممرضين بيفحصوا صحتنا. They give us medicine بيدونا الأدوية. They are very important to us هم مهمين جدا لينا. هنقراها تاني مع بعض. هنا الفقرة دي بتوضح لنا طبعا أهمية الأطباء, ولما نكون مرضى بنروح المستشفى ونلاقي الأطباء والممرضين, وإن هم ناس عطوفة جدا وبتساعدنا وبيفحصوا صحتنا. يبقى بيساعدونا وهم ناس عطوفين جدا وبيفحصوا صحتنا وبيدونا الأدوية, لأن هم ده بيوضح طبعا إن هم مهمين جدا لينا. نقولها بقى قطعة تانية مع بعض. When we are ill, we go to the hospital. The doctor and nurses help us. They are very kind. يبقى هم عطوفين جدا. Very kind. Doctors and nurses check our health. They give us medicine. They give us medicine. They are very important to us. وبكده يبقى خلصت بإذن الله النهاردة جزئية النهاردة وبارت 2. وان شاء الله يكون عجبكم, وباذن الله المره الجايه ندخل في بارت 3 وقسمنا اليونت اجزاء صغيره اهو اكتر من جزء, وباذن الله يكون تناوله سهل جدا عليكم ويكون افادكم كتير ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو شير ولايك, ويا ريت يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك. واشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.